أهلا بكم أعزائي المشاهدين. إذن البداية من العراق، حيث قالت مصادر حقوقية إن القوات الحكومية اعتقلت عشرات العراقيين الفارين من الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، فيما نشرت مصادر محلية عشائرية في بلدة الكرمة قوائم بأسماء الرجال المختطفين من قبل ميليشيا الحشد الشعبي. وقالت هذه المصادر إن قوة من الجيش العراقي اعتقلت جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من قرى منطقة الحصي جنوبي الفلوجة، مبينا أن بين المعتقلين مرضا وكبارا في السن. وبحسب المصادر، فقد قام الجيش العراقي بتسليم النساء والأطفال إلى الشرطة المحلية ومسلحي العشائر لنقلهم إلى مخيمات النازحين في بلدة عامرية الفلوجة جنوبي المدينة، مشيرة إلى عزوف عدد كبير من الأسر عن مغادرة المدينة، وذلك خشية تعرض الرجال للاعتقال. معي لمناقشة هذه القضية والتأكد من المعلومات حول اعتقالات شباب ورجال الفلوجة الناشط الميداني الحقوقي أحمد الدليمي. سيد أحمد الدليمي، نرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. عشائر بلدة الكرمة نشرت قوائم لأسماء تضم 73 عراقيا اعتقلوا على ميليشيا الحشد الشعبي. هل لديك معلومات، مصادر تؤكد صحة هذه القوائم ومدى دقتها؟ وهل فعلا الحشد الشعبي هو الذي يعتقل هؤلاء الرجال؟ نعم، تأكدنا من هذه المعلومة من مصدر من الحشد العشائر التابع للعشائر التي قاتلت ضد تنظيم داعش في منطقة الكرمة. وهذه العشائر شاركت في الهجوم الأخير الذي أدى إلى استعادة ناحية الكرمة من قبضة تنظيم داعش. بعد أن دخلت إلى الناحية قوات الجيش مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي، قامت هذه الميليشيات وأيضا أمام أنظار الجيش قامت باعتقال الرجال والشباب ممن هم دون سن 15 عام، واقتادتهم إلى هياكل ومدارس فارغة في تلك المنطقة، وهم قامت بفصل النساء والأطفال عن الرجال والشباب وأخذتهم إلى مدرسة تسمى مدرسة الخمال، وهي تقع في أطراف منطقة الكرمة. ولدى استفسار ضباط ومسؤولين في الحشد العشائري من هذه الميليشيات، أخبروهم بأن كل هؤلاء الرجال هم من داعش وأنهم سوف يقومون بإعدامهم بعد التأكد من أنهم ينتمون أو طيب لو كانوا من تنظيم الدولة، هل هم من السذاجة بمكان بأن يسلموا رقابهم وأرواحهم إلى هذه الميليشيات؟ الحكومة العراقية هل لديها قوائم بأسماء المختطفين الموجودين لدى ميليشيا الحشد الشعبي؟ بالضبط هذا ما حصل، يعني هم أصدروا أوامرهم وقاموا بالفعل بإعدام 17 رجلا من هؤلاء المختطفين. وأيضا أكد خبر الإعدام أحد مقاتلي الحشد العشائري الذي كان شاهدا حيا على عملية الإعدام بإطلاق النار عليهم في منطقة الرعش، بعد أن أخبروهم بأننا سوف نأخذ سعر الجنود الذين قتلوا على مدى العامين الماضيين في العمليات العسكرية التي كانت تحاول اقتحام ناحية الكرمة. وكما تعلم كل المختطفين 73 هم من الأراضي الزراعية الشاسعة في تلك المناطق، وكانوا قد رفضوا الخروج والنزوح من مناطقهم، واعتبروا أن تواجدهم في تلك المناطق يمثل لهم هامشا من الأمان بعيدا عن عمليات القتال ومناطق الاشتباكات. طيب ما تأثير هذه الأنباء أحمد على العشرات بل المئات من الرجال المدنيين الذين ما زالوا داخل مدينة الفلوجة؟ نعم، بالتأكيد ذلك يعني خشية كبيرة لدى أهالي الفلوجة الذين ما زالوا محاصرين في المدينة بعد أن ورد إليهم أنباء ما حصل في الكرمة وأيضا ما حصل في أطراف منطقة النعيمية جنوب الفلوجة. يعني نقلوا وأصدروا عدة مناشدات وعدة
بيانات خاطبوا فيها قوات الأمن الحكومية وخاطبوا فيها عشائر الفلوجة في منطقة عملية الفلوجة من السماح لهم وتوفير ممرات آمنة حقيقية بعيدا عن كذب الحكومة وادعائها بأنها وفرت ممرات آمنة لخروج هذه العوائل، لكن في الحقيقة حتى هذه اللحظة لا توجد أي ممرات آمنة ولا يوجد. طيب هل هناك يا أحمد، هل هناك أي حلول منطقية واقعية على الأقل من قبلكم أنتم كنشطاء حقوقيين للتأكيد للحكومة العراقية بأن كل ليس كل الرجال الذين بقوا في الفلوجة من أنصار تنظيم الدولة، ماذا يفعلون يعني؟ وفي المقابل هل يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لكل الرجال من والذين من ضمنهم أيضا عناصر في تنظيم الدولة بالتحرك بحرية دون ملاحقة؟ نعم، في حقيقة يعني نحن كناشطين إعلاميين وأيضا كبعض شيوخ العشائر ورجال دين شاركوا في تقديم مبادرات عدة على مدى عامين الماضيين للحكومة العراقية، وأيضا لوافي البرلمان العراقي يمثلون هذه المناطق. هذه المبادرة كانت تدور حول الحل السلمي للمدينة. تتضمن هذه المبادرة أولاً القصف العشوائي والقصف المصنع على المدينة، لأنه في الحقيقة هذا القصف لم يؤدي إلا إلى إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين، كما أنه لم يؤثر حتى على قوة تنظيم داعش في المدينة. أيضاً الجانب الآخر من هذه المبادرة يتعلق بفتح ممرات آمنة لدخول مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ المحاصرين داخل المدينة، وبالتالي عودة أهالي المدينة، لأنهم فقط أهالي الفلوجة هم من بيدهم الحل وهم من باستطاعتهم فقط إخراج مقاتلي التنظيم الذين لا يتجاوز عددهم 500 في المدينة، وبالتالي تجنيب المدينة من حالة الدمار وحالة القصف المستمر. لكن للأسف كل هذه المبادرات أجهضت في قبل الحكومة وتم رفضها، وقامت الحكومة بالعملية العسكرية. أحمد ابقى معي، أحمد في الميلاد.